لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. وزي ما قلنا في البدايه، دايما في الاعياد بتكتر مناسباتنا وبتكتر افراحنا. العرسان بيبقوا مشغولين طول الوقت بتفاصيل الفرح، من اول حاجه، من اول الويدنج انفيتيشن او كارت الدعوه لحد الجرب اللي بيبقى في ايد العروسه، اللي هي اخر تفصيله تماما في الزفاف. في ناس متخصصه بيكون مسؤوليتهم الاولى والاخيره هي تنظيم الافراح، وان الفرح ده يخرج في الاخر بالشكل لائق جدا، وبشكل يمكن الناس العاديين اللي ما عندهمش خبره بالزفاف ما يقدروش يخرجوه بالصوره الحلوه دي. النهارده معانا مهندسه الديكار والويدنج بلانر او مصممه الافراح المهندسه مي حسني، هتكلمنا اكتر على تفاصيل الزفاف، من امتى نبتدي نحضر لها، ازاي ممكن تخرج بصوره كويسه. ومنورانا في استوديو. صباح الخير. صباح النور. كل سنه طيبه. طبعا النهارده اول يوم العيد وكلنا افراحنا بتزيد النهارده. عندك افراح في العيد؟ ان شاء الله باذن الله. عشان عريس وعروسه يجوا لك ويقولوا لك احنا فرحنا، هتعملي كل التفاصيل اللي فيه، بيجوا لك قبلها بقد ايه؟ يعني من 3 شهور لست شهور. من 3 لست شهور؟ دي مده طويله جدا. طبعا، لان ممكن انا ما عاجبهاش في شغلي او مش عاجبها حاجه معينه، فبديها مساحه ان هي تدور في كذا حته، يعني ما تبقاش ثابته على حد معين او ما تترغمش ان هي تعمل عند حد معين. طب من 3 لست شهور دي فعلا فتره ممكن طبعًا. يعني تساعدوا بعض في اختيارات كتيره قوي. بتبقى للناس اللي مش عارفه الويدنج بلانر بتعمل ايه بالظبط وبتبتدي مهمتها من اول امتى، ممكن تشرحيها لنا كده بالتفصيل؟ يعني هي بتبتدي بعد مثلا بنحجز القاعه مع بعض، او هي بتكون حاجزاها بقى ايا كان، انا او هي، زي ما هي عايزه على حسب اختيارها. بتيجي بنبتدي نفكر هنعمل ايه جوه القاعه، الكوشة، السنتر بيس، الجيست بوك، بنعمل بقى بننقي البروجرام اللي بيتعمل جوه الحفلة، الزهور هنختارها ازاي، يعني كل دي حاجات بنبتدي ندرسها واحدة واحدة، ايه الخطوات اللي احنا هنمشي بيها. بس فبنبتدي نشوف برضو الفستان شكله ايه، يعني لو كان خطوبة او كان زفاف برضو ده بنختاره انا وهي مع بعض علشان تبقى الدنيا ماشية مع بعض. يبقى في نوع من كونتراست كده في الحاجة، ما تبقاش اختيار لوحدها، يعني مثلا هي منقية لون معين وهنضطر ان احنا نعمله، فبنبتدي خطوة خطوة، يبقى في مساحة قوي في الشغل. يعني احنا بنتكلم على كل التفاصيل فعلا طبعا، بس في عرايس ما بيبقاش عندها الرؤية دي، تبقى عايزه فرحها يطلع شكله حلو جدا، او مثلا تلاقي عروسه تقول انا عايزه فرحي يبقى بسيط، او انا عايزه فرحي يبقى هيصه ومليان وكل ده، بس مش قادره تحدد التفاصيل. مين اللي دوره بيبقى اكبر، انت ولا العروسه؟ لا طبعا انا، لان انا اللي بعرض عليها حاجات كتير تتفرج عليها تشوف ايه اللي هي عايزاه، مع ان احنا بنرجع ايه اللي هيناسب لها او ايه اللي هيناسب المكان اللي انا هعمل فيه، هل هو قاعه ولا اوبن اير ولا في نادي مثلا، ولا ايه نوع القاعه اللي انا هشتغل فيها. ولكن احنا الاثنين بنتعاون مع بعض. يعني اكيد طبعا الويدنج بلانر اكيد طول الوقت بتبقى مطلع على كل الحاجات الحديثه اللي بتنزل، سواء طبعًا. بقى في الزهور، سواء في القاعه، في كل حاجه، صح؟ كل حاجه. عايزه بقى اتكلم على احدث الحاجات في كل الافراح. بصي، بدءا من القاعه، حته الموضه، الناس بتقول ان في موضه، الافراح ما فيهاش موضه، كل وقت موضه، يعني كل حاجه ممكن نقعد نبتكرها جديده. يعني في ناس مثلا بتقول لك الشمع موضه، لا هو كل وقت موضه، التل موضه، هو كل وقت موضه، فهماني؟ لكن هي الزهور اللي بتختلف مواسمها. ايه اللي انا هشتغل فيه دلوقتي، هل موجود ولا لا، وايه اللي انا هستعمله دلوقتي بالوانه موجود ولا لا، هي دي المشكله بتبقى اللي احنا بنواجهها. لكن حته الديكور دي ممكن وانا قاعده كده بتخيل حاجه ممكن انفذها على ارض الواقع، ما فيش مشكله منها يعني. فحته ان انا في حاجه مبتكره، لا، هي الجديد اللي انا عملته كانت عباره عن كوشه على شكل كاريتا، فدي كانت احدث حاجه، وكانت الزفه برضو كانت خيول، فدي كانت احدث، كانت جميله جدا بصراحه. لكن حتة ان انا اعمل موضة في وقت معين، لا، انا من رأيي او اللي انا شفته في خلال فترة شغلي ان الموضة ما لهاش وقت معين في حفلات الزفاف او الخطوبة. يعني في حاجات ممكن نقول هي ثابتة. طبعا طبعا، لانك بتستعملي ساعات دلوقتي بنشوف مثلا افراح فيها مدموزيل دونيريت وكده، ما فيش معهمش شمعة. لا، ما بقتش زي الاول، يعني موضه بطلت قوي دي، بطلت لان انت كده كده بتستعملي الشموع جوه القاعه، يعني ممكن تعملي سنتر بيس مع عند الترابيزات الجست راوند دي بتعمليها كاندل، فمش مشكله ان انا استخدمها. يعني ما بقتش حلوه ان انا ارمي بقى ورد على العروسه، لا، القصه دي خلاص بطلت. مساحه القاعه بتايدك؟ طبعا، يعني هو اللي بيقيدني كمان عدد المدعوين، ما هو القاعه بتتحجز على حسب عدد المدعوين، هل هي هتبقى 150 300 500 1000، فاحنا بنحجز على حسب عدد الناس اللي هتحضر.
لكن طبعا لو هي كانت حاجزه قبلي فده بيبقى مشكله يعني. عشان كده انا يعني بنصح الناس ان قبل ما احجز اروح لحد متخصص استشير انا عايزه اعمل بالنهار بالليل الظهر، فهماني؟ هعمل في قاعه مقفوله، لا هعمل في اوبن اير، هي دي القصه بقى. نحن بنبتدي خطوات واحده واحده. ميزانية الفرح ده العروسة والعريس هما اللي بيحددوها، ولا بتقول لهم مثلا أنا عندي الاختيارات الفلانية، لو عايزة فرحك بالشكل الفلاني يبقى بالظبط. في ميزانية ثابتة ليه، مين اللي بيحددها؟ لا هما انا بعرض عليها كذا حاجه بكذا السعر وبتقول لي مثلا لا انا عايزه ده، هي عايزه تزود، ده شيء يعني يرجع لها. لكن هي لو عايزه حاجه جميله جدا طبعا هتحتاج زيادات، لان دي بتبقى اكسسوار وخامات، يعني مش حاجه خاصه بشغلي انا، لا دي اكسسوار وخامات وكريستالات وحاجات كده. فستان الفرح والميك اب والشعر وكل ده ويدنج بلانر كمان تتدخل فيه؟ طبعا الفستان بالذات اكتر يعني، لانه الفستان ان انا اعمل كوشه بيبقى خلفيتها شغل كتير قوي، تل واضاءه بيلايت وحاطه كاندل وحاطه ازاز وورد، فانا مش ببقى حابه ان هي تبقى داخله شغل الفستان كتير مبالغ فيه، وعشان هي تبقى ظاهره يعني اعمل نوع من التناسق ما بين الكوشه وما بين الفستان، فلازم نختاره مع بعض، وهل هيليق لبشرتها طولها جسمها شكلها ايه. فحته ان في ناس بتشتري الوان ما بتبقاش لايقه عليها وبتتحطي امام امر واقع ان انا لازم اشتغل تبقى القاعه كلها واخده تاتشات من اللون بتاع الفستان بتاعها، فده بيأيدني طبعا. لكن لما بتيجي من البدايه بنبتدي صح وبيبقى حاجه في جميله موضة طبعا. دلوقتي الفساتين الأفراح، ولا حسب برضو لون البشرة لا وحسب على الشكل؟ حسب لون، مش الكوشة، على حسب بشرة العروسة لون وجسمها بشرتها يعني. ما طبعا. في الأوف وايت على طول طول الوقت، الأبيض طبعا معروف، الأورنج، في فساتين أفراح أورنج، في أحمر، في كل صعب الألوان. أوي يعني، عروسة سايبة عمرها كله جاية تلبس أورنج يوم لأنه لا فرحها. بتبقى خطوبة، مش مسألة حفلة زفاف يعني. في فترة كانت حفلات الزفاف بتبقى ألوان الفساتين دي أنا ما كنتش بقتنع بيها يعني. الخطوبة حاجة، وإن أنا أعمل ليلة صحيح. الزفاف دي بلون معين ده أجمل بيبقى، عشان دي يعني بتبقى عاملة زي الملكة في مكانها. فأنا حتة إن أنا أختار ألوان بتاعة فساتين في وقت الزفاف دي أنا مش بحبذها، مش ببقى حباها يعني، بتبقى يعني عاملة انعكاس للشغل مش حلو. فلا طبعا هو الابيض، لكن في ناس بتلبس فساتين بتاعت فعلا. خطوبه ملونه، ايه المشكله؟ بتلعبي في لون الجرب مثلا؟ طبعا اكيد بدخل تاتشات من الالوان، حتى لو لابسه ابيض او اوف وايت زفاف بدخل لها حاجات معينه الالوان اللي بتليق عليها واللي نازله موضه في الوقت واللي نازله في الموسم بتاعها. يعني في زهور ما بتبقاش موجوده، مش كل المواسم شغاله الالوان، لكن انا بحاول احسسها ان الدنيا يعني تدخل القاعه تبقى العين مستريحه، كل حاجه متركبه مع بعض بتبقى جميله. وما بحبش في شغلي ادخل كذا لون مع بعض يعني، كفايه لونين ثلاثه يعني، الابيض والاخضر واي لون تاني، انما في ناس بتحب الوان كتير بيبقى مش حلو يعني. هنطلع لفاصل على العموم، نشوف بعض الصور ونرجع نكمل كلامنا مع باشمهندسة مي بس بعد الفاصل.